بعد ما خلصنا الـ Primary Active Transport نبدأ نبص بصة كده على الـ Secondary Active Transport، نشوف احنا خلصنا ايه برضو في الفترة اللي فاتت. في الفترة اللي فاتت احنا خلصنا الـ Passive Diffusion أو الـ Passive Transport كله، دخلنا في الـ Active Transport، خلصنا بالفعل الـ Primary Active Transport عشان نبدأ النهاردة الـ Secondary Active Transport. أفكركم بسرعة بالـ Primary Active Transport. احنا قلنا الـ Primary Active Transport بنقل فيه مادة او اتنين against ال concentration gradient بتاعهم، وطالما against ال concentration gradient بتاعهم يبقى انا محتاج ايه؟ طاقة. الطاقة دي بجيبها بشكل مباشر من ال ATP، تمام؟ من ال ATP، واللي بيعمل الموضوع ده حاجة اسمها pump. طيب بالنسبة لل secondary active transport بقى، يعني اذا كان ال primary active transport بيحصل بهذه الصورة، يبقى ال secondary active transport بقى بيحصل ازاي؟ قال لك في ال secondary active transport In this type of active transport, there is one molecule transports along its concentration gradient. في molecule بيترانسبورت along its concentration gradient. نعم يا دكتور، along the concentration gradient. أنت عارف يا دكتور يعني إيه along the concentration gradient؟ Along the concentration gradient يا دكتور إن المركب بيتنقل من المنطقة اللي هو عالي فيها في التركيز للمنطقة اللي هو قليل فيها في التركيز. ده يا دكتور الكلام ده بتاع الباسيف ديفيوجن، بتاع الباسيف ترانسبورت، صح ولا إيه؟ أنت عارف أنت بتقول إيه؟ انت مركز يا دكتور؟ اه انا مركز جدا جدا جدا، لانك انت لسه ما كملتش باقي التعريف. انا قلت لك في النوع ده من الترانسبورت انا بنقل مولكيول الونج الكونسنتريشن جريدينت بتاعه، بس بعمل كده علشان اخلق طاقه انقل بيها مولكيول تاني اجينست الكونسنتريشن جريدينت بتاعه. يبقى انا هنا ما جبتش الطاقه اللي هنقل. يبقى بص الهدف بقى فين؟ فين الاكتف ترانسبورت في الموضوع؟ الاكتف ترانسبورت هنا في الحته دي، انا هنقل مولكيول along the concentration gradient بتاعه. طيب ده كلام باسف اهو، along the concentration gradient يعني مع التركيز، يبقى انا مش محتاج طاقه، بس انا عملت كده عشان اخلق طاقه انقل بيها مولكيول تاني against the concentration gradient بتاعه. الكلام يبدو ان هو مش مفهوم. ومن هنا تيجي اللخبطه في السكند رياكتيف ترانسبورت، محتاج ان هو يتفهم بشكل كويس ومحتاجين امثله كتير عليه. لو بصينا في الصوره دي كده، هنا عندنا ادي اوضه اهي، الأوضة دي فيها بني آدمين كتير جدا وفيها قطتين بس، وبره الأوضة فيه بني آدمين قليلين وفيه أربع إيه؟ قطط. يبقى أنا هسألك كذا سؤال وتجاوبني عليهم. الناس أو البني آدمين أكتر فين؟ في الأوضة ولا بره الأوضة؟ في الأوضة. طيب القطط أكتر فين؟ في الأوضة ولا بره الأوضة؟ بره الأوضة. طب ركز معايا ركز معايا، أنا لو هنقل حد من الناس من جوه الاوضه لبره الاوضه، يبقى انا بنقله من منطقه ايه لمنطقه ايه؟ تقوم تقول لي من منطقه التركيز العالي لمنطقه التركيز المنخفض. حلو. او ما اقول لك هل ده اكتف ترانسبورت؟ تقول لي لا، لانه along the concentration gradient. طيب هقول لك سؤال تاني، لو انا بنقل القطط من بره الاوضه لجوه الاوضه في الصوره اللي قدامك دي، يبقى انا بنقل القطط من منطقه التركيز الايه لمنطقه التركيز الايه؟ من منطقه التركيز العالي منطقه. هل انا محتاج طاقه؟ لا. ليه؟ لان كلام الكونسنتريشن جريدينت. كلام منطقي جدا. طيب خد بقى معايا النقطه دي، ايه رايك لو انا نقلت واحد من البني ادمين من جوه الاوضه لبره الاوضه، يبقى ادي الونج الكونسنتريشن جريدينت اهو، بس خد في ايده قطه من جوه الاوضه لبره الاوضه، يبقى البني ادم اتنقل الونج الكونسنتريشن جريدينت والقطه اتنقلت اجينست الكونسنتريشن جريدينت، بس هنا ما احتاجتش طاقه لان خروج البني ادم الونج الكونسنتريشن جريدينت خلق طاقه، اول الطاقه نقل بيها القطه ايه؟ اجينست الكونسنتريشن جريدينت. تمام كده؟ اهو الراجل طلع بره الاوضه وخد وراه مين؟ القطه برضه بره الاوضه. طيب يبقى خدت بالك هنا؟ بس عايز اسالك سؤال ثالث بقى، هو الاثنين اتنقلوا في نفس الاتجاه ولا عكس اتجاه بعض؟ يعني ايه؟ يعني الراجل اللي طلع بره الاوضه والقطه اللي طلعوا مع بعض من نفس الاتجاه، يعني من جوه الاوضه لبره الاوضه، ولا واحد طلع من الاوضه وطلع بره والتاني دخل من بره لايه؟ لجوه؟ لا يا دكتور ده مشوا مع بعض في نفس الاتجاه. طب بص معايا هنا في الصوره دي كده، ايه اللي في الصوره دي؟ الناس اكتر فين؟ جوه الاوضه. القطط اكتر فين؟ جوه الاوضه برضو. طيب امال هنا ايه اللي هيحصل؟ هنا انا هنقل واحد من الناس along the concentration gradient بتاعه عشان انقل قطه اجينست الكونسنتريشن جريدينت بتاعه. ايه ده يا دكتور؟ ده بص خلي بالك الراجل ده لو طلع بره الاوضه وخد معاه قطه بره الاوضه هيبقى برضه بينقلها الونج الكونسنتريشن جريدينت بتاعها، هنا مفيش اجينست. لا ما انا انت ايه اللي قال لك اصلا ان انا هنقل القطه من جوه الاوضه لبره؟
انا هنقل القطه من بره لجوه. لا معلش يا دكتور عشان انا كده دماغي لفت، يعني انت هتنقل واحد من جوه الاوضه لبره الاوضه، وفي نفس الوقت هتنقل قطه من بره الاوضه لجوه الاوضه؟ اه. ايه ده يا دكتور، ده هيتنقلوا عكس بعض. اه، ويبقى اسمه سكندري اكتيف ترانسبورت. اه يا ابني، مش انت اهو، مش انا قلت لك انا بنقل واحد الونج الكونسنتريشن جريدينت بتاعه عشان انقل الثاني اجينست الكونسنتريشن جريدينت بتاعه؟ ايوه يا دكتور، بس دول عكس بعض، ده عكس اللي في الصوره اللي فاتت. في الصوره اللي فاتت احنا كنا بننقل الاثنين في نفس الاتجاه من جوه الاوضه لبره الاوضه، وانت مين قال لك اصلا ان احنا في السكندري اكتيف ترانسبورت لازم ننقل الاثنين في نفس اتجاه بعض؟ لا انا ممكن انقلهم في نفس الاتجاه وممكن انقلهم عكس اتجاه بعض in different directions، زي ما هيحصل هنا كده، القطه دخلت والراجل طلع. تمام كده، يبقى انا من هنا عندي نوعين من السكندري اكتيف ترانسبورت. نوع اسمه سيم بورت او كو ترانسبورت. في النوع ده انا بنقل التو مولكيولز ان ذا سيم دايركشن، اسمه سيم بورت. سيم يعني نفس الاتجاه. تمام كده، اهو كانوا هنا واتنقلوا مع بعض الايه لهنا. طب النوع الثاني اسمه انتي بورت او كاونتر ترانسبورت. ايه اللي بيحصل في الكاونتر ترانسبورت؟ في الكاونتر ترانسبورت انا بنقل التو مولكيولز ان ديفرنت دايركشنز. يعني بص كده معايا، القطه كانت هنا بقت هنا، والراجل كان هنا بقى هنا، ادي ان ديفرنت دايركشنز. يبقى انا في السكند رياكتيف ترانسبورت انا مش مرتبط باني انقل التو مولكيولز ان ذا سيم دايركشنز، لا ده ممكن يبقى الاثنين بيتنقلوا فعلا في نفس الاتجاه، فسمي سيم دايركشنز يعني سيم بورت او كو ترانسبورت، يعني الاثنين مصاحبين لبعض، كلمه كو يعني مصاحب، او انتي بورت اللي هي كاونتر ترانسبورت. كاونتر يعني مضاد، كاونتر ترانسبورت يعني مضاد في الاتجاه، وانتي برضو يعني مضاد في الاتجاه. كاونتر ترانسبورت يعني اثنين اتنقلوا عكس اتجاه بعض. طيب نخلينا بقى يعني في الموضوع واقعي شويه كده، ونبدا نبص على خليه من الخلايا. ادي الخليه دي اهي معاك، ركز معايا كده. ادي خليه، هسالك برضو شويه اسئله نفس الاسئله اللي فاتت، بس هنتكلم بقى عن الايه، عن جوه الخلايا والايونات اللي موجوده عندنا وكده. الصوديوم اكتر فين؟ الصوديوم اكتر يا دكتور بره الخليه. طيب إيه المركب الاحمر ده اكتر فين؟ والله ان المركب الاحمر ده اكتر جوه الخليه. طيب انا لو هنقل الصوديوم باسيفلي، خلي بالك باسيفلي، هنقله منين لمنين؟ من بره الخليه لانه تركيزه اعلى، لجوه الخليه لانه تركيزه اقل. طيب لو هنقله اكتيفلي، والله يا دكتور لو هتنقله اكتيفلي يبقى هتنقله من جوه الخليه لبره الخليه، لانه في الاكتيف ترانسبورت انا بنقل اجينست الكونسنتريشن جريدينت. طيب ده بالنسبه للصوديوم. طب بالنسبه للمركب الاحمر، هو تركيزه اكتر فين؟ جوه الخليه، وتركيزه اقل فين؟ بره الخليه. يبقى انا لو عايز انقله اكتيفلي، لو هتنقله اكتيفلي يا دكتور هتنقله من بره الخليه لجوه الخليه. خلي بالك بقى هنا، ده لو برايمري اكتيف. طب لو سكندري اكتيف، لو سكندري اكتيف يا دكتور انت هتنقل واحد من اللي قدامك دول الونج الكونسنتريشن جريدينت بتاعه، والتاني هتنقله اجينست الكونسنتريشن جريدينت بتاعه. طيب هنا بقى هتبقى المشكله، مين فيهم هيتنقل الونج الكونسنتريشن جريدينت؟ خدها قاعده كده، دايما الصوديوم لو هيتنقل سكندري مع اي حاجه تانيه يبقى هو المركب اللي هيتنقل الونج الكونسنتريشن جريدينت بتاعه. يبقى انا هنا يا دكتور هنقل الصوديوم الونج الكونسنتريشن جريدينت بتاعه. طيب يبقى في المقابل هنقل المركب الاحمر اجينست الكونسنتريشن جريدينت. طيب انا هنقل الصوديوم اهو الونج الكونسنتريشن جريدينت، يعني من بره الخليه لجوه الخليه. بص كده بالفعل، وخد وراه مين؟ واحد برضه من بره الخليه لايه؟ لجوه الخليه. بس خلي بالك معايا، الحركه دي لو اتكررت اكتر من مره هقعد ادخل صوديوم صوديوم صوديوم، ده انا لو دخلت مركبين صوديوم او ثلاثه كمان هيبقى الكونسنتريشن بتاع الصوديوم على جانبي الجدار يعني جوه الخليه وبره الخليه بقى متساوي. يعني خلاص الصوديوم ما عادش تركيزه بره الخليه اكتر، يعني خلاص الموضوع هيقف. اذا ربنا خلق لك بامب بتاخد الصوديوم من اللي بيدخل من الناحيه دي وتروح مطلعه لك من الناحيه الثانيه. خلي بالك البامب دي عملت ايه؟ البامب خدت لك الصوديوم من منطقه التركيز القليل لمنطقه التركيز العالي، يعني دي برايمري بامب يا دكتور. برايمري بامب فعلا، خدت الصوديوم من منطقه التركيز القليل لمنطقه التركيز الايه العالي. طيب يا دكتور ده ليه؟ قال لك علشان تحافظ على ان الصوديوم يفضل تركيزه بره الخليه ايه، يفضل تركيزه بره الخليه اعلى،
لان لو ما حصلش كده مرتين ثلاثه سكندري اكتيف ترانسبورت يدخل فيهم الصوديوم جوه، هيبقى تركيز الصوديوم جوه الخليه نفس تركيزه بره الخليه، فمش هيحصل اصلا سكندري اكتيف ترانسبورت. فيقوم يقول لك ايه، ان السكندري اكتيف ترانسبورت معنى كلمه سكندري ان هو تابع للبرايمري اكتيف ترانسبورت. يعني بص معايا هنا، انا علشان انقل الصوديوم ده من هنا من بره الخليه لجوه الخليه وانقل معاه المركب الثاني ده، لازم انقل قصاده وحده صوديوم كمان من جوه الخليه لبره الخليه. يبقى لولا حدوث البرايمري اكتيف ترانسبورت اللي هو اللي حصل هنا دلوقتي، ما كانش حصل السكندري اكتيف ايه ترانسبورت. ومن هنا نقول ان السكندري اكتيف ترانسبورت هو تابع للبرايمري اكتيف ترانسبورت بيحصل. طيب الطاقه بتتحرق فين؟ الاي تي بي بيستغل فين؟ الاي تي بي يستغل في البرايمري اكتيف ترانسبورت. يبقى هل في السكندري اكتيف ترانسبورت انا حرقت الاي تي بي بشكل مباشر في الكارير اللي هنا؟ لا، امال انا حرقت الطاقه فين؟ انا حرقتها في البامب اللي طلعت لي الصوديوم اجينست الكونسنتريشن جريدنت بتاعه، علشان افضل محافظ على ان الصوديوم تركيزه جوه الخليه يفضل قليل، فاحافظ ان يبقى السكندري اكتيف ترانسبورت بتاعي ايه شغال. يبقى كل وحده صوديوم بتدخل بروح مطلع قصادها وحده صوديوم من الناحيه الثانيه ببرايمري اكتيف ترانسبورت. طيب ايه رايك لو انا وقفت البرايمري اكتيف ترانسبورت هنا؟ والله يا دكتور تركيز الصوديوم هيفضل يعلى جوه الخليه، وبالتالي هيتوقف السكندري اكتيف ترانسبورت. يبقى اقول لك الجمله اهو، لولا البرايمري اكتيف ترانسبورت ما كانش حصل سكندري اكتيف ايه ترانسبورت. طيب نبص على مثال برضو اوقع بقى بيحصل جوه الجسم فعلا. انت عندك دي السمول انتستين، السمول انتستين اللي هي الامعاء الدقيقه، ده اليومن بتاعها. اليومن بتاعها يعني دي الحته اللي بينزل فيها الاكل على طول، دي الانبوبه، ده التجويف بتاعها. طيب وهنا في خليه من الخلايا بتاعت السمول انتستين، الخليه دي فاتحه على اليومن من ناحيه وفاتحه على اكسترا سيلولار فلويد من الناحيه الثانيه. طيب انت راجل بتاكل، لما بتاكل اكل فيه صوديوم وفيه جلوكوز، فالصوديوم والجلوكوز يبقوا موجودين في اليومن اهو في التجويف بتاع هذه الانتستين، في التجويف بتاع الامعاء. طيب جوه الخليه بتاعه الامعاء تلاقي الجلوكوز تركيزه كتير زي اي خليه في الدنيا، الجلوكوز تركيزه فيها كتير. طيب والصوديوم تركيزه فيها قليل، الصوديوم تركيزه جوه اي خليه اقل من الصوديوم بره الخليه. طيب ايه اللي بيحصل هنا؟ انت هدفك ان انت تمتص الجلوكوز، انا عايز امتص الجلوكوز. طيب يا دكتور انا فوجئت ان الجلوكوز بره الخليه اقل من جوه الخليه، يبقى انا لو همتصه يعني هاخده انقله من بره الخليه لجوه الخليه، يبقى انا هنقله اجينست الكونسنتريشن جريدينت بتاعه، يبقى انا محتاج اعمل اكتيف ترانسبورت. بس برايمري ولا سكندري؟ والله لو انا هنقل الجلوكوز لوحده وهحرق اي تي بي ببمب، يبقى انا كده هعمل برايمري اكتيف ترانسبورت. لكن لو انا هنقل الجلوكوز مع صوديوم بيتنقل الونج الكونسنتريشن جريدينت بتاعه، يبقى انا كده هنقل الجلوكوز بطريقه سكندري اكتيف من غير ما احرق اي تي بي بشكل مباشر. طيب شوف اللي هيحصل، انا نقلت الصوديوم اهو جوه الخليه ورحت ناقل وراه مين؟ جلوكوز. الصوديوم اتنقل من منطقه التركيز العالي ليه لمنطقه التركيز القليل، والجلوكوز اتنقل من منطقه التركيز القليل لمنطقه التركيز العالي، وهو ده السكندري اكتيف ترانسبورت. بس برضو ارجع واقول لك، لولا وجود بامب الناحيه الثانيه تروح واخده الصوديوم اللي دخل ده وتطلعه بره الخليه، كان تركيز الصوديوم جوه الخليه زاد مع حركتين ثلاثه سكندري اكتيف، ووقف السكندري اكتيف، لان كده هيكون تركيز الجلوكوز جوه الخليه اكتر، وكمان تركيز الصوديوم هيبقى اكتر جوه الخليه، فمش هنعرف نعمل سكندري اكتيف ايه ترانسبورت. يبقى انا حرقت اي تي بي في البامب هنا عشان اطلع الصوديوم اللي دخل ده، عشان احافظ ان تركيز الصوديوم جوه الخليه يفضل واطي، فاقدر انقل صوديوم تاني بالسكندري اكتيف ترانسبورت. انا بحب اشبه الموضوع دايما بقطر، اقول لك ان انت القطر ده ليه كذا عربيه، منهم الجرار، الجرار اللي هو البابور اللي هي مقدمه القطار، ومنهم العربيات بقى العاديه اللي هي اللي ورا الجرار على طول. اقوم اقول لك ان الجرار انا بشبه بيه البرايمري اكتيف ترانسبورت، والعربيات اللي ورا الجرار بشبه بيها السكندري اكتيف ترانسبورت. ازاي يا دكتور؟ اقول لك ان الجرار ده هو اللي بيحرق البنزين علشان يتحرك، يبقى البنزين بيتحرق بشكل مباشر فين؟ في الجرار، يبقى هو ده البرايمري اكتيف ترانسبورت. لكن العربيات التانية اللي ورا الجرار هل بيتحرق فيها بنزين بشكل مباشر ولا الجرار بيسحبها؟ الجرار بيسحبها. يبقوا الاثنين بيتحركوا،
الجرار والعربيه اللي ورا الجرار الاثنين بيتحركوا، بس البنزين بيتحرق بشكل مباشر فين؟ بيتحرق بشكل مباشر في الجرار. يبقى لو هشبه الجرار ده بالبامب يبقى هي اللي بتحرق الاي تي بي، والعربيه الثانيه ما بتحرقش اي تي بي لكنها بتشتغل علشان الجرار ساحبها. يبقى السكند رياكتيف ترانسبورت اللي انا شبهته هنا بالعربيه دي بيحصل علشان البرايمري اكتيف ترانسبورت بيحصل. طيب لو انا وقفت الجرار او لو انا فصلت الجرار عن باقي القطر، هل باقي القطر هيتحرك؟ لا. يبقى لو وقفت البرايمري اكتيف ترانسبورت مش هيحصل سكندري اكتيف ترانسبورت. نفس القصه هنا، لو انا وقفت البرايمري اكتيف ترانسبورت في الصوره دي هيبقى الصوديوم يفضل يدخل 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 لغايه لما تركيزه جوه الخليه يبقى مساوي لتركيزه بره الخليه، بالتالي ما يقدرش يدخل تاني بالايه؟ بالكارير او بالباسيف ترانسبورت، وبالتالي مش هيقدر يدخل معاه جلوكوز، وبالتالي العمليه دي هتقف في لحظات قليله جدا جدا جدا. يبقى حيثما تجد سكندري اكتيف ترانسبورت لازم تجد على الناحيه الثانيه من الممبرين بتاع نفس الخليه اللي بتعمل السكندري اكتيف ترانسبورت تجد برايمري اكتيف ترانسبورت بينقل الحاجه اللي دخلت الونج الكونسنتريشن جريدينت بتاعها، بينقلها اجينس الكونسنتريشن جريدينت بتاعها من الناحيه الثانيه. أتمنى يكون الكلام واضح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.